أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم أن هذا الحكم خاص بالمسلم أو أنه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن؟ يدخل فيه مال الغير، يدخل فيه مال الغير سواء مسلما أو غير مسلم، لكن المسلم نظر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فمال المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه، أما مال الكافر فإنه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء، أما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الأحوال. هذا وجه، والله أعلم، أن الرسول قال مال امرئ مسلم لأن مال المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة، لو يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم.